السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا ملاحظ كم الهجوم من تنظيم الإخوان المجرمين المفلسين على دولة الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة، والحقيقة تركيز هذه الجماعة المجرمة على دولة بحجم دولة الإمارات يخليك تشك في الأمر وتتساءل، يا ترى ليه الهجوم الشديد ده؟ هل مثلا هجوم الإخوان على الإمارات ناتج عن غيرة من هذه الجماعة على دين ولا حاجة؟ هل الهجوم ده ناتج عن غيرتهم على وطن؟ فلما تحاول انك تترجم اسباب الهجوم ده هتلاقي انه هجوم زائف كاذب، كله افتراء وحقد وحسد من الجماعة على الامارات. فخلونا نوضح بالتفاصيل ايه هي اسباب هجوم جماعة الاخوان المجرمين على دولة الامارات، وكمان نبين شيء من جهود الامارات في دعم الدول الشقيقة والصديقة المحتاجة. فيلا نبدأ الحلقة بسم الله. أول حاجة هنبدأ بها الحلقة هي أسباب هجوم جماعة الإخوان المجرمين على دولة الإمارات. السبب الأول هو الاختلافات الفكرية والأيديولوجية. يعني إيه الكلام ده يا عم حسين؟ دولة الإمارات العربية المتحدة بتتبع نهج سياسي واجتماعي بيقوم هذا النهج على الوسطية والاعتدال، وكمان بتركز على الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما بقى جماعة الإخوان المفلسين فبتحمل هذه الجماعة أيديولوجية سياسية تسعى لإقامة نظام حكم يعتمد على إعادة ما تسمى الخلافة الإسلامية زي ما قالوا كده في كتبهم، وإعادة الخلافة ده بيتطلب إسقاط الأنظمة العربية خاصة الأنظمة المعادية للفكر الإخوانجي. إذن هناك تباين وخلاف فكري وأيديولوجي. هذا التباين الأيديولوجي أدى لصدمات بين الطرفين، بحيث أن دولة الإمارات بتعتبر أن سياسات جماعة الإخوان بتتعارض مع سياستها الداخلية والخارجية. ثانيا، موقف الإمارات من الثورات العربية، وده سبب رئيسي يا اخواننا لهجوم الجماعة على الإمارات، لأنه في فترة الثورات العربية جماعة الإخوان المفلسين دعمت الحركات الثورية في العديد من الدول العربية زي مثلا مصر وتونس وليبيا وكمان في سوريا، وسعت الجماعة للاستفادة من هذه الثورات للوصول للحكم. في المقابل بقى كانت الإمارات من الدول اللي تبنت موقف حذر من هذه الثورات وعملت على دعم الاستقرار في المنطقة خشية انتشار الفوضى وعدم الاستقرار. التباين في المواقف بين الطرفين أدى لتصاعد التوترات بينهم بشكل واضح، وكمان كان أحد أسباب هجوم الإخوانجية على دولة الإمارات. ثالثا، من أهم أسباب هجوم جماعة الإخوان على الإمارات يا أخوانا هو دعم دولة الإمارات للدول المناهضة للجماعة. فلعبت الإمارات دور بارز جدا في دعم الدول والحكومات اللي واجهت محاولات سيطرة الجماعة على السلطة، وده كان بعد نظر رائع من الإمارات اللي كانت من أوائل الدول الحقيقة اللي تنبهت لخطر جماعة الإخوان، وبالتالي تم حظرها على أراضيها. فعلى سبيل المثال، دعمت الإمارات الحكومة المصرية بعد خلع الرئيس الإخوانجي السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان في عام 2013. الدعم ده اعتبروا الإخوان أنه تهديد مباشر لمصالحهم وأهدافهم في المنطقة، وده أدى لتوجيه هجمات وانتقادات مستمرة من الإخوان ضد الإمارات. رابعا، من أسباب هجوم الإخوان كمان ضد دولة الإمارات هي الجهود الإماراتية لمحاربة الإرهاب. وطبعا حضراتكم عارفين ان الامارات بتعتبر ان جماعة الاخوان المفلسين بتشكل تهديد كبير على الامن والاستقرار الاقليمي والدولي، ولذلك الامارات صنفت الجماعة كمنظمة ارهابية وعملت على تعزيز التعاون مع الدول الاخرى في محاربة الارهاب والتطرف، وده زاد من العداء بين دولة الامارات وبين جماعة الاخوان. يبقى دي اخوانا كانت هي اهم النقاط اللي من خلالها بتهاجم او بسببها بتهاجم جماعة الاخوان دولة الامارات. خلونا بقى مباشرة نروح للنقطة التانية المهمة في حلقتنا، اللي هي جهود دولة الامارات ودعمها المستمر لكل الدول المحتاجة اللي فيها مشاكل. من غير مجاملة، فتعتبر الامارات من اكبر الدول المانحة للمساعدات الانسانية والتنموية على مستوى العالم، وده لا ينكره أي أحد.
حتى العدو. فعلى سبيل المثال دعمت الإمارات وقدمت مساعدات مالية ضخمة لدعم الاستقرار والتنمية في العديد من الدول المحتاجة من خلال مشاريع تنموية وإنسانية في مجالات زي مثلا الصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية، وكمان جهودها في مكافحة الفقر والجوع، حيث تسعى الإمارات للقضاء على الفقر والجوع في العالم من خلال مبادرات وبرامج إغاثية متنوعة، واللي منها على سبيل المثال مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية اللي بتهدف لمساعدة الملايين من المحتاجين في مختلف أنحاء العالم من خلال برامج تشمل توزيع المواد الغذائية وتقديم الرعاية الصحية والتعليم. كمان الدعم الإماراتي للاجئين اللي بتلعب فيه دولة الإمارات دور مهم جدا وعظيم في تقديم الدعم والمساعدة للاجئين في مناطق الصراع. فقدمت مثلا الإمارات مساعدات كبيرة للاجئين السوريين في دول الجوار، وأقامت مخيمات إغاثة توفر المأوى والرعاية الصحية والتعليم لهؤلاء اللاجئين. كذلك جهود الإمارات الكبيرة جدا في تعزيز السلام والاستقرار في المناطق المضطربة من خلال جهود دبلوماسية وسياسية. أيضا دعمت دولة الإمارات العديد من مبادرات السلام والمصالحة في مناطق النزاع، وساهمت في جهود إعادة الإعمار بعد الصراعات لضمان عودة الاستقرار والتنمية. كذلك أيضا تعاونت الإمارات مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، وعززت شراكتها مع الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة زي برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية لتوسيع نطاق مساعدتها وضمان وصولها لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. النقطة الأخيرة والمهمة جدا هي الاستجابة السريعة للكوارث. فأثبتت دولة الإمارات قدرتها على الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية من خلال فرق إغاثة مجهزة ومتخصصة، وساهمت كمان في تقديم المساعدات الطارئة لضحايا الزلازل والفيضانات والكوارث الأخرى في مختلف أنحاء العالم. وده بيعكس يا أخوانا التزام الإمارات الإنساني والأخلاقي في مساعدة المحتاجين. اللي أنا عايز أختم به الحلقة هو اللي أنا ذكرته لحضراتكم في الحلقة ده نقطة من بحر، وبيتضح من خلاله إيه هي الأسباب الرئيسية لهجوم جماعة الإخوان المجرمين على دولة بحجم دولة الإمارات. وبالرغم من كده لم تتوقف الإمارات عن مشاريعها التنموية وعن مساعداتها لكل من يحتاج المساعدة. ربنا يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويوفق شيوخها لكل خير، ويحفظ بلادنا جميعا من كل شر، ويوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.